مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام حلقتنا النهاردة هنناقش فيها العديد من الموضوعات المهمة وزي ما عودناكم احنا بنركز على القضايا المهمة اللي بتشغل بال المواطنين والشارع المصري. الحقيقه فكرة... النهارده حلقتنا منقسمه لفقرتين، فقرتنا الاولى معانا فيها الاستاذ بلال جابر المحامي المتخصص في الاحوال الشخصيه، هنتكلم فيها عن قانون الاحوال الشخصيه و وال... الجدل حول هذا القانون، هل القانون بينصف المراه ام بينصف الرجل؟ هنتكلم عن كل القضايا الخلافيه في هذا القانون. الحقيقه فقرتنا الثانيه برضو بنتكلم فيها عن الصناعه المصريه. وعن الملابس يعني عاملين فقرة تحت عنوان الملابس بتتكلم مصري أو شجع صناعة بلدك ويكون معايا فيها الأستاذ محمود الجندي هو متخصص في التسويق الإلكتروني للملابس المصرية هيتكلم فيها عن الصناعة المصرية والجودة المصرية والموضة موضة الملابس للسيدات في الصيف ولكن هنبدأ في حلقتنا دلوقتي حاليا هنتكلم فيها في فقرتنا الأولى مع الأستاذ بلال جابر آه محامي متخصص في الحوالي الشخصية أهلا أستاذ بلال أنا نورتنا سمين. وشرفتنا النهاردة الشرف ليا ونتمنى ان شاء الله تكون حلقه يعني تنال اعجاب جميع المشاهدين ان شاء الله هنتكلم هو فيه هو القانون فيه مشاكل كتير أوه. ان شاء الله انا الله عايز اتكلم بدايه في هذا القانون القانون تم من ساعه ما تم احالته او وافق عليه مجلس الوزراء وتم احالته الى مجلس النواب شوفنا ضجه كبيره وشفنا خلافات وشفنا يعني الناس مش عاجبها حصل ناس تقول لك لا القانون غير منصف للرجل وناس تقول لك لا القانون غير منصف للزوجه ولا الزوجه مقتنعه بيه ولا الرجل مقتنع بيه انت حضرتك من وجهه نظر حضرتك كمحامي متخصص في الاحوال الشخصيه انت شايف القانون ده ازاي هو دايما احنا في دوامه الخلاف احنا القانون بيوضع عشان يحل الخلافات ما بين الزوج وما بين الزوجه تمام ودايما الزوجه بتتهم القانون إن هو مش عادل وما حقوقها والزوج العكس. هو القانون مش كله بصفة عامة في مسائل الجدل أو الحاجات اللي حصلت. يعني هو القانون كان فيه حتة شائكة جدا اللي هي اللي, اللي الناس قعدوا يتداولوها وهي حبس الزوج اللي بيتزوج. والناس فهمت الجزئية دي غلط. هو القانون ما حبسش الراجل لما يتجوز تاني على مراته. بالعكس هو القانون بيعاقب الزوجة أما بيخترش الزوجة. وهنا بقى الملحوظه دي مهمه. اه يعني انت انت عايز تحدد النقاط الخلافيه الاساسيه في الزواج الثاني وحبس الزوج. اه ده, ده اللي حصل عليه الضجه الكبيره. هو مبدئيا عايز احصر النقط اللي, اللي فيها جدل. اللي هي فيها الخلاف. اللي فيها الخلاف. كانت حبس الزوج، كانت الاستضافه، كانت مسائل الحضانه، وسفر الام. مم. خلينا الحضنة. خلينا نبدا بالنقطه الخلافيه اللي اللي مش عاجبه الرجاله كلها. اللي بيقول لك هي مخالفه للشرع. انا ازاي اتحبس؟ إذا اتزوجت تاني مرة تانية. يعني عايز بقى نتكلم قانوني في النقطة دي، أنت شايف النقطة القانونية في هذا الموضوع إزاي؟ والأزهر اتكلم فيها وفي ناس كتير اتكلمت أوه. في الجزئية دي وهي مفهومة غلط. م. هو السؤال بالشكل ده لا م مش صح، م. أنا مش هتحبس أما هتجوز تاني، أنا م. هتحبس أما ما أخطرش المأزون إن أنا متجوز زوجة أولى. أوه. وهنا دي نقطة الخلاف، والقانون القانون القديم ال أو القانون الحالي الساري ما بيحبس الزوج أوه. لو هو اتجوز وما أخطرش. هو في نص طبعا بس مش متفعل ما بيحبس الزوج. طيب انا النهارده هي نقطه خلاف في كده بقى، انا هتجوز واتحبس؟ هل انا اتجوز وهدفع غرامه؟ أوه. لا انت لو اتجوزت حقك الشرعي اتجوز اتنين تلاته اربعه انت حر لو مم. انت يعني تقدر تتجوز تمام؟ طيب؟ بس هي الفكره كلها ان انت تخطر الزوجه الاولى، ايه الحكمه بقى؟ هنا ليه القانون عامل القصه دي؟ القانون عشان حق للزوجه الاولى وحق للزوجه الثانية بيحصن الاثنين. ما انا النهارده كزوجه ثانية لو معرفش ان انت متجوز ما انا وقعت في غش وتدليس حصل خداع عليا والزوجه الاولى الستات المصريات ما بيحبوش الزوج يعني يضحك عليهم طبعا تمام وهي اول ما هتعرف ان انت اتجوزت هتطلب الطلاق يعني هو صعب جدا ان زوجه تعرف ان جوزها اتزوج عليها يعني هي دائما المقوله اللي بتردد لا 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 ما يتجوزش عليا ما يتجوز عليا آه, اه خالص هي آه. إيه القصه في كده آه حتى لو انا بص مورياه ايه ما يتجوزش عليا ما ينفعش يتجوز ما أعرفش تاني. تاني. ليه بس هو ايه آه هو ده الطبيعي هو ده الطبيعي بتاع آه حب النفس صح؟ لا هو الست اصلا بتبقى غيوره بطبيعتها ما بتحبش حته الشريك تمام حته الشريك مع مم. ان هنا يعني احنا ممكن ننقله لحته ثانيه احنا عندنا 13 مليون مم. فتاه مش هنقدر نقوله عانس بس عدوا سن الزواج؟ عدوا سن الزواج م. وكل عشر بنات قدامهم ثلاثة رجالة يعني مفترض لو احنا هنفكر أصدق بوعي ان كل ثلاثة يعني الراجل اللي اتجوز ثلاثة اه لو هنفكر آه. بوعي هنوصل لل ده عشان تحل مشكلة التعدي سن الزواج واه و... وعندنا مشاكل اخلاقيه كتير ده احنا لسه يعني احنا يعني اتكلموا عن المشكله الاخلاقيه اللي لسه حاصله بتاعت الطفلة اه طب احنا بس ما خلينا نتكلم عشان ما نتوهش معانا المشاهد تمام. وناخده في نقاط سريعه لا احنا عايزين نركز على نقطه الزواج التاني هل من حق الزوج ان هو قانونا ما يخطرش زوجته؟ لا ان هو بيتجوز مره تانيه؟ لا. لا لازم هنا بقى القانون آه. مشروع قانون جديد الزم الزوج ان هو يخطر الزوجه اه ان هو اتجوز وسيله الاختار ايه بقى؟ هل رسالة زوج... التليفون؟ لا لا ولا ولا المأذون آه. هنا ولا ولا محضر. ولا محضر ولا محضر ولا المأذون بي... آه. اه المأزون بيسجل ايوه بيانات الزوجه اسمها وعنوانها و وا و و وبيبعت انذار على رسمه على يد محضر آه. بيروح يقول لها الزوج اتجوز عليكي طبعا هو الله يعينها وما بيوصل لها آه. <applause> المحضر تمام فهو لو ما اخطرش هنا بقى الجريمه م. اللي هو ايه مش ان انت مش ان انت اتجوزت عليها ان انت ما اخترتش الزوجة ان انت اتجوزت هي دي دايرة الخلاف كلها ما هو الحقيقة في دايرة الخلاف دي ما برضو انا شايف ان القانون مش عادل يعني انا احبس زوج سنة وغرامة العقوبة فعلا وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه و50,000 جنيه عشان اتجوز تاني لا هي العقوبة يعني, يعني من وجهة نظري الشخصية أوه. شديده شويه. أوه. انا مش ما يعني حتى لو ما اختار ما انا ممكن ما اختارش الزوجه ليه؟ م. ما انا ممكن اكون الزوجه ما فيهاش مشكله، يعني انا مش رايح اتجوز عليها عشان هي فيها مشكله، انا اللي فيها مشكله. م. انا راجل مثلا بحب الستات الكتير، م. فانا عايز اتجوز وعايز اعف نفسي. دي دي حاجه، ممكن تكون الزوجه بتاعتي او او مراتي مريضه. أوه. عندها ظروف، يعني انا شايفها ان انا يعني ايه؟ عندي سبب شرعي يخليني ان انا اتجوز ومش عايز اخدش حياة مش عايز احرجها معايا، مش عايز احطها في موقف ان هي حاسه ان هي مقصره معايا في حاجه، فرحت اتجوزت وما خطر ما اخترت ما يعني ما قلتلهاش، هنا القانون افترض فيها سوء النيه، وهنا دي كانت ملحوظه، يعني احنا بنقوله للمشرع او ال ال اخواتنا اعضاء مجلس الشعب، النهارده انا هتجوز. طيب انت ليه مفترض فيا سوء النيه؟ ما لما اتجوز أنا ارتكبت جريمة مم. وأنا هتجوز على الزوجة حتى لو ما اخترتهاش هي بتعاقبني زي زي اللي سرق بتعاقبني زي زي اللي تاجر في المخدرات باخد عقوبة حبس ما كانت تكفي عقوبة الغرامة مم. يعني دي من وجهة نظري الشخصية تمام طيب النهارده اخترنا الزوجة ايه اللي هيحصل؟ مم. ما الزوجة أول حاجة هتعملها بديهي هتطلب الطلاق يبقى أنا هنا أهدمت أسرة ولو ما اخترتش الزوجة مهدد بالحبس اه ما هي دي بقى المعضله وكانت هي على طول هنا آه. الاختلاف بقى وجهه النظر طب اخطر ولا ما اخطرش انا وجهه نظري الشخصيه نخطر الزوجه بس ما يبقاش في عقوبه حبس يعني تبقى العقوبه مخففه شويه تبقى في لا وضح لي دي يعني اخطر الزوجه اه انا بقول ان حق هو الزوجه أنا الاولى أنا تعرف انا طب طالما تم اختار الزوجه بكل الوسائل القانونيه اللي هو اتاحها القانون ما كده ما فيش عقوبه خلاص لا انا لا, ما انت لو ما اخترتش مشكلتك مع الدوله مش مع الزوجه آه. لما لو ما اخترتش عشان مستندات دوله آه. انا بحصر النهارده عدد الزواج فانت ما قلتليش ماشي. فانت كده ضحكت على الدوله خلي خليني ادليت ببيانات كاذبه انت قلت ان انت مش متجوز مم. واكتشفنا ان انت متجوز دي مشكله مم. دوله تمام انا بقى بتكلم في مشكله زوجه مم. انا رايي الشخص ان انا ابلغها يعني كل الغرامات وكل العقوبات دي تروح للدوله اه ده لا دي يستنفع دي منها الاسره ولا الزوجه ولا حتى لا الغرام لا ما هو ما كله كله بيروح للدوله لان الدوله هي اللي بتعاقبني هي الزوجه اللي انا شايف أنها تطلب هتطلب الطلاق يعني طب هي ما طلبتش طب آه انا عايز اتكلم معها احيانا أنا عندي مشكله تانية طب افرض انا ما اخترتش والزوجه يعني استقرت عجبها الوضع خلاص رادت بادارها قالت خلاص هو ده طب برضه هتعاقب يعني هو هنا افترض فيا سوء النيه يعني انا النهارده لا اتجوزت لا وضح دي بقى انا اتجوزت وما اخترتش الزوجه أوه. والزوجه ما راحتش بلغت ما حصلش منها مشكله ما هو القانون فتح لها الطريق ان هي تقعد سنه تطلب الطلاق أوه. من, من من تاريخ اختارها أوه. لو ما طلبتش الطلاق في خلال سنه خلاص الوضع استقر طب انا اخترتها ليها سنه طب هي ما ما, ما حسيتش بمشكله برضه انا يعني هتعاقب ما هو كده مش هو الزوجه اللي بتروح تقدم البلاغ اللي لم يتم هو مشكلة هو المشكلة مش مع الزوجة هي مع المشكلة النهاردة يعني في هي البيانات ما المأذون بيتعاقب <applause> طب المأذون بيتعاقب ليه؟ ما هو على أي أساس؟ مش إن أنا بخطر الزوجة والبلاغ اللي بيقدم من الزوجة هو ده اللي بيتم ممكن على كدولة الأساس اكتشف وإن ما أما ممكن المأذون ياخد مني الورق ما في لحظة كتب الكتاب المأذون محوش البيانات كلها فما يروح يسجل والنهاردة بقت الدولة كلها حكومة رقمية فالبيانات كلها موجودة يكتشف إن هو ما أخطرنيش فيتقدم للمحاكمة حتى لو الزوج لو حتى لو الزوج قالت انا عارفه وراضيه وكل حاجه. القانون مفترض فيا انا كزوج سوء النية ان انا اروح اتجوز مفترض فيا سوء النية مم. هي دي الفكره والعقوبه قويه شويه عقوبه الحبس لمده سنه اه هي او غرامه بس العقوبه قويه على الزواج مم. ان انا راح بتجوز تاني طب اما اتجوز تالت ولا اما اتجوز رابع بقى يعني يعني ممكن اتعاقب بايه؟ تمام دي 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 اشكاليه دي اشكاليه ثانيه بقى. ايه هي الاشكاليه الثانيه؟ احنا عندنا كم حاله طلاق آه كل يوم. لا احنا يوميا احنا عندنا حاله آه حاله طلاق كل دقيقتين كل دقيقتين طب أوه. اللي بتطلق دي عندك مش هتتجوز تاني؟ لا طبعا هتتجوز تاني طيب هتيجي تتجوز عندنا احصائيه ثالثه احنا هنربط الاحصائيات ببعض اه خلينا نتكلم في الاحصائيات أوه. عشان نبقى آه. واضحين مع الناس اه هنربط الاحصائيات ببعض اتطلّقت كل دقيقتين في مطلقه اه يعني 250 حاله في اليوم يعني عدد رقم مهول جدا في يوميا وعندنا بنات عدوا سن الزواج اه 13 وعن مليون 13 مليون عدو آه سن الزواج آه وعندنا كل دقيقتين مطلقه آه وعندنا قانون بيجرم الزواج الزواج طب احنا ايه طب انا كده بشجع على ايه؟ او يعني انا انا ايه اللي مش فاهمه؟ يعني انا آه طبعا هفترض ان في ايه يعني قصور في نظرتي للموضوع انا يعني النهارده مجتمع والمجتمع كله بيتكون من اسره مم فانا فيها ايه؟ اما اشجع الزوج انه هو يتجوز تاني ايه المشكله؟ مم انا النهارده اما تيجي يبقى ما انا اشجع الزوج ان هو يتجوز تاني بس لازم تكون بالتراضي وده حق شرعي ده حق الشرعي خلينا في الحق الشرعي أوه. يعني انا اتكلم مع حضرتك من ناحيه الشرعيه او الفقهيه ان حق الشرعي من حقها ان الزوجه تعلم ان زوجها اتجوز تاني حقها. بس مش من حقها ان هي تقبل ان حقها هو ترفض او تقبل ان هي تقول رايها ان هي يتجوز او ما يتجوزش ليس لها حق ملهاش حق آه. ان هو يتجوز او ما بس لها حق ان هي تعلى اه لها حق بقى هل تستمر في العيشه إيه. معاه ولا أوه. لا اه دي دي حقها بس أوه. انا عندي مشكله ثانيه غير الزوجه دي مم. انا عندي كام مطلقه عندي كام بنت ما اتجوزتش لسه عندي كام واحده جوزها توفى عندي ك... عندي مشكله ما انا النهارده لو ما حلتش المشكله دي هلاقي كارثه اخلاقيه في المجتمع ما... ما... في القناه الشرعيه اللي مم. انا استغرق فيها كبتي او يعني يعني غرستي ان انا اتجوز مم. صح كده ولا ايه يعني. صح فهل القانون يحجمنا من انا اخاف اتحبس ما مش هتجوز ما ده ممكن يدفع لما التحجيم القانون هيدفع ان انا الجا لحيل هلجا لحيل دي حاجه أوه. هيزود لي نسبه الجرائم المخله بالشرف أوه. ما هو احنا النهارده ما هنعالجه الجزئيه دي ونخففوا العبء من على المطلقه ما النهارده ليه مش باصص للمطلقه ليه انا النهارده يعني انا بتكلم من وجهه نظر الزوجه بس وكأنه وكان هو الحق المطلق ليها طب انا النهارده عندي الجزء توفى ده ذنبها ايه في الدنيا أوه. يعني خلاص يعني مش من حقها ان هي تعف نفسها وتتجوز تاني. واحده اتطلقت يعني مش من حقها تعيش تجربه تانيه وراضيه ان هي تبقى زوجه تانيه. فدي مشكله كبيره. آه على آه مشكله الحضانه. لا آه انا عايز ما اخرجش من حته الزواج التاني وحبس الزوج. تمام في سؤال مهم جدا. ايه بقى؟ عن الحيل. الحيل. اه احنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت عن فكره كده او حيله ان هو يعني يطلق يطلق وبعدين يتجوز. وبعدين يرجع ممكن ما يعملش كل ده ده دي حيله آه أو, او ان هو هتكلم فيها واتكلم في حاجه ثانيه انا إن عندي انا انا بنقل لحضرتك وجهات النظر اللي موجوده في الشارع عشان الناس بتتكلم في النقطه دي يقول لك في حيل ممكن يرجع عليها الزوج ان هو ما يبلغش زوجته او يكتب عنوان غير العنوان اللي موجود او ان هو يتجوز يطلق الاولانيه غيابي وبعدين يرجعها بعد ما يتجوز الثانيه ويخطرها المصريين مزاز أوه. جدا وما وهم أنا ما حيل يعني يعني احنا ما بيبطلوش حيل دي حاجه الحاجه التانية طب ممكن ما نعملوش الحيل دي مم. ويتجوز عرفي آه ده انا ده عندي هل, هل آه. انا الجواز العرفي عندي مجرم لا طبعا طب انت النهارده بتجرمني وانا رايح اتجوز شرعي عندي مأذون وما تجرمنيش وانا رايح اتجوز عرفي طب ما انت كده بتشجعني ان انا اتجوز عرفي طب اما, أما انا بتجوز عرفي طب اللي احنا احنا بنقول حته يعني ايه يعني عشان نوصله بالمعلومه اللي بيتجوز شرعي أو رسمي. أوه. وهي كانت مطلقة أو كان جوزها متوفي وبتاخد معاش. معاش هيقف. هيبقى في رب أسرة جديد أو زوج جديد مم. هيرفع العبء من على الدولة تمام؟ لأن هو اللي هينفق. أما أنت النهاردة تقولي لي إن أنا هتحبس، طب ما أنا هتجوز عرفي وما عنديش جريمة في القانون تقولي لي اللي بيتجوز عرفي عليه إشكالية قانونية. مم. طب ما دي, دي مشكلة إحنا محتاجين إن إحنا نبص لها عشان نعالجوها. ما إحنا هاخد من زاوية إن الراجل لو اتجوز ثاني يتحبس. وهسيب اللي بيتجوز عرفي طب اللي مش يعني بلاش نتكلم على اللي بيتجوز عرفي تعالى النهارده نتكلم عن آآ آآ جواز رسمي اتجوزت رسمي طب ما هيسقط من عليا الحضانه تمام يعني انا النهارده اروح اتجوز رسمي هيسقط من عليا حضانه هيسقط من عليا اللي هي مطلقه اه تمام فانا هلجا للزواج العرفي طب ما تجرملي الجواز العرفي <applause> من باب اولى ما تجرمليش الزواج الشرعي اللي هو انا رايح لمأذون هو القانون لما يتطرق في الزواج الزواج العرفي خالص آه. ما احنا احنا عشان بنمارس الموضوع وبنلمس القصه برضو احنا اقرب للناس م. فبنشوفوا ان الناس مياله ليه اللي يعني ما يبقى فيه مطلقه وكده مش يعني النهارده لو بنت لسه هتتجوز اول مره طبعا لازم رسمي و و مطلقه طب, طب احنا عندنا مشاكل بتقابلنا في الحته دي تبقى الزوجه اتطلقت ومعاها الاطفال وبتاخد نفقه م. وتاخد تمكين على مسكن حضانه وتتجوز عرفي ويبقى الزوج الجديد ده بياكل وبيشرب ونايم على منقولات الزوج القديم مم. ومش قادر يثبت وما ينفعش نبلغ وما عندوش جريمه مم. ويبقى هو يعني هيتجن مش دي دي مشاكل المفروض نتكلموا فيها ونعالجوها عشان نوصل لأ لاحسن شكل ما احنا النهارده ممكن يجي الشخص اللي هو راضي يدخل البيت مم. على في شقه واحد تاني بمنقولاته اللي هو دافع بنفقه و و ممكن يعمل الاطفال معامله مش كويسه طبعا يعني مش الاولى ان انا اعالج النقاط دي واتكلم فيها احسن من ان انا اتكلم ان الزوج لو اتجوز ثاني يتحبس ولا يعني مقا. كان اولى من القانون ان هو يتحدث عن الزواج العرفي الزواج؟ ويعالج مشاكل, مشاكل الزواج العرفي ويسن القانون للزواج العرفي ويجرمه ويجرمه ليه وبدل... بقى؟ لان انا النهارده بهرب من الدوله آه. وما بحصرش بدل من التطرق للزواج الثاني الرسمي. الرسمي اللي انا رايح في النور بقول يا جماعه انا بتجوز انتوا بتحبسوا يعني انا مش مش هعمل كده اي م. حد عاقل مش هيعمل كده بقى يروح للزواج العرف ما هو مش مجرم م. ده بخلاف الحيل اللي ظهرت اللي اللي في السوشيال ميديا الكتير اه الحيل طبعا دي احنا مش عايزين نتطرق ليها كتير لان ممكن يبقى في دعابه دعابه يعني كلها مجرد دعابه ايه الماخوذ الثاني حضرتك شايفه ان هو مأخوذ او المشكله الثانيه في هذا القانون؟ اللي برضو يعني كان من ضمنها ب... طب ممكن اقول ميزه وبعد كده اقول المشكله الثانيه؟ ماشي ميزه اه القانون جنب حاجه جميله جدا كانوا في رجاله كتيرة بينادوا بيها ويا الاستضافه. انا لغايه النهارده اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها انا ما اقدرش اخد ابني اروح بيه مشوار لو انا مطلق. تمام ما ينفعش يجي في عيد ابني يبات معايا. مم. فهو قانون استحدث حاجه اسمها الاستضافه ان انا اخد ابني لمده 8 ساعات وممكن يبات معايا كل شهر يومين وممكن مم. كل سنه اسبوع دي كانت يعني مكسب جميل للراجل طبعا. للراجل طبعا مم. هو انا شايفه للطفل لأنه لان برضو عشان ايه هو اول مكسب في الاول والاخر للطفل بيعمل ترابط اسري ترابط ما بيخلي أثر. الطفل ما يفقدش حنان الاب ولا حنان الام انا شايف ان الرؤيه آه. في مراكز الشباب وجهه نظري برضو ان هي بتدمر نفسيه الطفل ما مش معقول انا هاجي اشوف طفلي بوامدي ان انا بشوفه مم. وامدي ان انا بسيبه طب آه. ما انا وانا طفلي بيشوفني إن انا بس طب ما انا عندي خال وعم وخاله وجده ما الناس دي كلها عايزه تقعد مع الطفل ما الناس دي كلها بتحبه هو الاب بس اللي بيحب يعني هي عمه الطفل او خالته ما بتحبوش هي... هي... فهيعمل ترابط أوه. اسري أوه. انا اسف بس هو الفكره المكسب اللي احنا بنقوله ده مكسب مم. مع ان في بعض السيدات تقول هو ايه اللي يضمن لي ان هو يرجع الطفل هو ما بيصرفش عليه ايه اللي يخليه قانون عالي كل ده انا هتكلم في النقطه دي وحته اللي هو يعني مش عايز اقول اللي هو العند بس اخد اتصال هاتفي الاول معانا حماده استاذ حماده اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ صار حضرتك يا استاذ حماد صار ان أنا متجوز ثلاثه وعايزين الناس كلها تشارك في كده مش حرام ان الواحد يتجوز واحده واثنين وثلاثه الشرع بتاع ربنا ربنا يديك الصحه ربنا يديك الصحه استاذ حماد يعني الشرع بتاع ربنا احنا مش عايزين نحرمه عشان انا سامع الوقت ان في 13 مليون واحده لسه الوقت لغايه الوقت ما اتجوزوش ايه المشكله ان الواحد يتجوز اثنين وثلاثه ويبقى الحياه حلوه والحريم تاخدها كده بالثقه ان هي ممكن تتحط في موقف ان هي ممكن عندها سن الجواز مش هي اللي متجوزه تحط نفسها ان هي لسه ما اتجوزتش وعدى سن الجواز ومن حقها انها تتجوز بدل ما تمشي في غلط او تمشي في حرام تمام نقنع الحريم بحاجه بس مم. تمام يا استاذ حماده شكرا يا استاذ حماده على اتصال حضرتك هنرجع لحته التعنت في حق الرؤيا احيانا بتبقى كان زم ابتزاز للزوج من الرؤية اه هو هو دايما الزوج والزوج يعني بيبتزوا بعض في هذه النقطه بالتحديد انا مش خليك تشوف وانا أقولها لها مش من دي كانت خلاص بقى انت مش هتخليني اشوف اولادي وانا مش هصرف عليك مين بقى مين اللي بيتعاقب في نقطه كده الطفل اللي بيتعاقب ما هو ده اللي بيتعاقب ليه ما نوصلش بقى لثقافه ان انا ابني هو اللي هيتضر هيوصل له حاله نفسيه سيئه ما عنديش نفق ليها ما انا طلقتها هي مالهاش نفق عندي مم وهي مش هتخلينا اشوفه وانا انا هتضر ما هو الطفل اللي هيتضر انا بتكلم في كده ثقافه انا بتكلم في نقطه ثانيه النهارده اما يبقى عندي ولد انا بفرق بين الولد والبنت بقول البنت اقرب لوالدتها لان هي برضه هتبقى بي... انسه والام م. وال... والولد انا والده راجل تاجر وخلاص انا ما اتفقتش مع مراتي واتطلقنا وهي ست مؤدبه وكويسه م. وبنت ناس ماليش حق اخد ابني معايا في السوق يباشر تجارتي ما هو اللي هيورثني ماليش حق ان انا اخده عند يعني جدته ماليش حق ان هو يبات معايا في عيد مم. ما هو أنا, انا مش هاخده انا انا عايزه انقل له خبره الحياه أوه. تمام ويمارس معايا الحياه مم. ويعيش معايا الحياه أوه. اما انت تيجي تقول لي رؤيه ساعتين او ثلاث ساعات يعني اعمل فيهم ايه ما النهارده احنا الزوج والزوجه بيعاقبوا بعض بالطفل بيعاقبوا بعض ان هم بيتعنتوا زي ما حضرتك بتقول واشرت بس هي العقوبه ما بتبقاش ولا لي ولا ليها أوه. انت شايف نص العقوبه اللي موجوده في هذه الفقره بالتحديد مناسبه كويسه الاستضافه اه هل ويتم تطبيقها ازاي يعني ازاي هيتم تطبيقها هو هي الموضوع مش ازاي اه من 8 ل 10 ساعات الاستضافه كل اسبوع م. طيب انا مش هنفذ الاستضافه الغرامة من 1000 ل 5000 جنيه تمام قررت الموضوع بتسقط الحضانه لمده شهرين تمام طب انا اخذت الطفل رجعتهوش اقف عن تنفيذ الاستضافه لمده م. شهرين العقوبه أنا مش هقدر مناسبة ولا مش مناسبة برضه ليه؟ لأن هو 1000 ل 5000 جنيه عند ناس كتير مش مشكلة م. ولا فيها أي إشكالية، طب ماما بتتنقل الحضانة هتنقل لمين؟ ما لوالدتها ومؤقتة، طب ما والدتها كورق إجراءات ورق اتنقلت من على الزوجة الحضانة بس م. هتروح لمين؟ ما هتروح للزوجة، م. هو أنا النهاردة هجيب أمين شرطة يبات عند حماتي يعرف الطفل بقيت عندها في البيت ولا لأ؟ م. مع برضو برضه مع مين؟ م. مع الزوجة وهي كانت النقطة دي تاخدنا لحتة الحضانة هو م. الأب بقى مرتبته الرابعه وده حاجه كويسه في القانون على فكره جدا ده كان مطالب بيه من زمان إيه كان بس الاب بس في المرتبه 16 بس انا بس عندي 16. نظر شخصيه اه اتفضل هو هنرجع لوجه النظر دي في حضانه ترتيب الاب في الحضانه بس معانا ام حماده من الجيزه اتفضلي يا ام حماده ام محمد اتفضلي يا ام محمد ايوه حضرتك اتفضلي استفسار حضرتك يا محمد. ام محمد لو سمحت عايزه اقول للاستاذ بلال اه ان انا دلوقتي بقالي ست شهور عند اهلي ماشي جوزي معاملته وش قوي وسيئة فاتفاجئت دلوقتي ان هو باعت لي ايه اعلان طاعه من يوم 28 ثلاثة وقال لي باعت لي فيه ان انا مشيت وكنت رايحه زياره والكلام ده وانا مشيت وهو كان ضاربني وكده ومعايا ابني عنده سنتين ونص ماشي فهل اعلان الانذار الطاعه ده يسقط حاجه من العزال او من القايمه؟ لا خالص خالص ده تمام. بالله لا تمام الاستاذ بلال هيرد اه كتبها حضرتك تمام تمام القايمه كتب كتبها وبعد ما كتبها هو مشي واحنا نسينا نقول له حاجات تانية يكتبها امم تمام آه بعد ما ماشي بقول للناس قالوا لي عادي اكتبي اللي انت عايزه تكتبيه بس الخط مختلف عن الخط هل ده يسقط القايمه في حاجه؟ خلاص تمام الاستاذ بلال حضرتك اسمعينا بقى من التلفزيون الاستاذ بلال هيرد على حضرتك ووضح حضرتك النقطتين المهمين انا حبيت اخد مداخلات عشان الناس تلاقي استفسارات في النقاش ماشي انا ارد عليها سريعا اه رد الناس على سريعا بالنسبه لانذار الطاعه انت رحت تزوري والدتك او والدك وهو بعت لك انذار طاعه هتعملي اعتراض على انذار الطاعه تمام وهتثبتي ان هو مفيش مشاكل او ارجع مسكن الزوجيه ما ما فيناش مشكله دي. ما هو في غضوبه طيب. او في في أو مشاكل يعني في مشاكل وضاربها وهي لا هو لو ضربك وفي آه. مشاكل ملوش طاعه عليكي هيبعت آه. لك انذار الطاعه ده حقه الشرعي هتعترضي على انذار الطاعه في خلال 30 يوم لو انتي شايفه ان الموضوع خلاص واصل لطلاق اطلبي طلاق للشقاق 100% هتطلقي ام حماده، لو طلبت طلاق للشقاق لان هو هنا بقى فيه طاعه وفي اعتراض على طاعه ده طلاق للشقاق، دي حاجه، الحاجه الثانيه انت حضرتك بتقولي القايمه على بياض وانتي مليتيها، دي جريمه اسمها خيانه ائتمان، هي القايمه المفروض بتبقى مطبوعه؟ لا هي مش على بياض، هي بتتكلم ان هي كتبت القايمه وبعد كده ضافت حاجات اضافت حاجات ده ده غلط. هل ده يطعن في القايمه آه يطعن في القايمه وده وبي... آه. غلط ده غلط يعني كده د... بتضيع حقها بتضيع حقها كانت المفترض ما أوه. تملاش البيانات كانت قدمت القايمه زي ما هي كانت بتاخد القايمه زي ما هي زي ما هي اما كده يبقى تم تزوير القايمه وكده ضيع حقوقها هو ممكن حقها يرجع المنطقة. عليها كمان بجنحه اسمها خانه ائتمان وتزوير أوه. بالاضافه تزوير اه دي, دي جريمه في القانون أوه. فهو يعني يعني نقوله بقى لو ما خدش باله هتكوني عديتي بيها دي يا محمد ربنا يستر عايزين نرجع لنقطه الحضانه سريعا نتكلم عنها. نقطة الحضانة أنا خليها وجهة أه. نظر شخصية. أه. ليه الأب الرابع؟ أو ليه أه. ال 16 ما أنا النهاردة من الأم 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 هي الأم. م. ومن أم الأب للأب هو الأب. طب أنا م. النهاردة م. أم الأب أو أم الأم هتبقى حن على الطفل مني كأب؟ م. أنا النهاردة لو الزوجة اختارت إن الحضانة تسقط من عليها، أنا بديك الحضانة وأنتِ أنا شايف شخصيًا إن أنتِ أحسن حد بالأطفال. تمام شرع وقانون وكل حاجة وعقل ومنطق، الأم هي اللي تربي أطفالها. بس جت النهارده ام اختارت ان هي تسافر او ان هي عايزه تتجوز او مريضه مش قادره تراعي الاطفال قد الاطفال كان في القانون الحالي للمرتبه 16 والنهارده للرابع طب ما تديني انا الاب هو الاب وحش ما ما هو لا هو الفكره لا, 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 لا. لا هي الفكره مش فكره الفكره انا شايف من وجهه نظري ان المرتبه الرابعه كويس لان يعني بيتكلم ان الطفل بيحتاج الى رعايه ما عضو امراه ما هو كده وانا هاخده انا ما هو شغلي انا كده كده مع والدتي هقعده مع مراتي الجديده هقعده جاب ام الام وبعدين ام الاب وبعدين الاب ما يعني الاثنين دول واحد ما هو عمليا ما هو كده خلاص الأم. ما هو وام ال... الام واحد ما هم الاب في واحده وام القاعدة قاعده اغلبيه الوقت عند مامتها ماشي في في شاب ما بيزورش والدته كل يوم وبيروح كل يوم يزورها في حد يعني ما هو الام وام الام يعني ده. انت يعني انت شايف ان ممكن الاب يتنقل للمرتبه الثانيه على طول انا الرابع كمان انا رايي الشخصي آه. ليه عشان امنع المشاكل انا الابن انا ابني اقعد معاه وارعيه ويحس بوجودي كاب وانا وجودي كاب دوري في الحياه ان انا انفق عليه بس م. ولا ليا دعم دعم نفسي عليه أنا النهارده لو إيه لو انا ابني بطل م. في حاجه او فنان او في مسابقه او كده انا ماليش حق ان انا احضر تكريمه م. في القانون الزاري يعني انا يبقى ابني بياخد جايزه بس انا عشان على خلاف وطلقت مع ما اروحش احضر تجريمه ماليش، تبقى جريمه مع تمام؟ يعني انا الفكره كلها انا ولا مع الاب ولا مع الام ولا مع الزوجه ولا مع الزوج، الطفل. انا الطفل ده في رقبتنا احنا كلنا، أوه. الطفل ده عايز اللي يراعيه، احنا اهل القانون وإنتوا دوركم كاعلام بنوصل رسائل ان يا جماعه الاطفال دول هم عماد المجتمع بتاعنا، مم. اما بيتربوا في بيئه مفككه اما يتربوا في تهديدات وصراعات وكده، الطفل نفسيته مش هتطلع سويه، مم. مستحيل يبقى الطفل سوي. مم. احنا اتكلمنا عن حق الزوج. عايزين نتكلم عن حق الزوجة، في اعتراض من السيدات على نقطة السفر، بيقول لك إن احنا لأ القانون بي... بيكبلنا. آه. يعني أنا ازاي الزوجة معاها حق فيها. آه. يعني. أنت شايف النقطة دي ازاي؟ اه الزوجة آه. معاها حق فيها، هو القانون قال ما ينفعش الزوجة هو دلوقتي في القانون الحالي الزوجة تسافر بال... بالمحضون عادي، آه. المطلقة الحاضنة. آه. القانون الجديد قيد الزوجه او المطلقه يعني أوه. ان هي تاخد موافقه من الحاضن او يعني الغير محضون يعني من الاب م. طب انا كاب انا كده كده على خلاف مع الام عمر ما هديها موافقه سفر طب ما انا كده كده حاضنه وكده كده الطفل معايا ايه لازمتها الموافقه؟ ما انا كده كده الطفل معايا م. يعني سواء انا مسافره او قاعده جوه البلد ما هو الطفل معايا م. ليه تخليني وحد بيجي يسافر بيجي وهو مسافر ما بيبقى مستعجل م. لسه بقى هرفع دعوه هو هيرفض الاب طبعا طالما في خلافات اه هيرفض م. طب انت لسه بقى هتخليني ارفع قضية للقاضي والقاضي يدرس الحاجه ممكن ممكن القاضي يرفض م. يبقى انا وقعت هنا في سقطه الام هتسافر وتسيب الطفل ويترفع قضيه حضانه م. ودخلت في دوامه من المشاكل م. حلها ايه حلها ان الام اما تيجي تسافر بالمحضون تسيب لي زي ضمان ان هي هترجع يعني طالعه مثلا عمره ثلاث شهور طب واحده طالعه تشتغل بره بقى او كده لا من هنا نمنع ونوقف يعني ننقل الحضانه اما طلع سياحه هو فيها مشكله اما الام تطلع بالطفل سياحه في اي دوله او كده ما فيش مشكله م. فليه ليه انا عملتها مشكله بقى م. وليه انا خليت ان لازم موافقه م. انا عايز افهم حضرتك في مشكلات تانية شايفة في القانون ولا هي انا مش شايفها انا بقول ان دي اقتراحات ممكن نسهل آه. الامور يعني, يعني احنا اتكلمنا عن السفر عن الحضانه عن الرؤيه هل شايف في نقطة مهمة جدا هنا القانون يعني ما عليكش مشكلة الخلع أوه. هو هو الفكرة مش خاصة ال... يعني أنت عندك أعداد كبيرة جدا يعني بسبب الخلع الفكرة مش في الخلع أنت كده هتزعل الناس مننا وأنا برضو دايما أنا محايد فعلا م. هو المشكلة مش في الخلع أمال المشكلة في إيه؟ المشكلة في تطبيق قانون الخلع م. هو في قانون الخلع مفترضين إن الراجل مسيء لو حصلت مشكلة تافهة بين زوج وزوجة والزوجة بناء عليها رفع الدعوة كلها 100% الزوجة هتتطلق مفيش وجهة نظر ان القضية تترفض طيب انا هديك فرض متعرض علينا كتير شاب مهندس دكتور اتقدم لواحدة بنت ناس مؤدبة جاب شقة ومضى وكتب مؤخر عالي وعمل كل الحاجات اللي ممكن تتعمل واكتشف بعد الجواز اما جه يدخل عليها إن هي مش بنت أو كانت على علاقات أو اكتشف بعد الزواج إن سلوكها مش كويس اكتشف لا احنا احنا عشنا الحالات دي اكتشف وراح يحرر يحرر بلاغ فما عرفش يثبت البلاغ عشان تليفونه والحاجات اتمسحت و وا و و المفترض الراجل ده هيعمل ايه؟ هيطلق طبعا طيب ايه اللي هيحصل معايا بقى؟ هاي. كل حاجه هتروح عليه طب انا ذنبي ايه النهارده؟ اه. ما كده كل حاجه راحت عليا يبقى انا النهارده حتى في تطبيق القانون مش في القانون انا حق الزوجه اللي بتكره الزوج ان هي تتطلق ما اقدرش اقول لزوجه كملي مع واحد وانت مش طايقاه طبعا ما اقدرش م. واحنا كمان يعني لينا اصول يعني صعيد احنا فاحنا عندنا حته ان الست بتتصان الست م. لازم تعيش معانا بالرضا م. تمام م. بس ما يبقاش ممكن ان احنا نشده في في مشاده عاديه بين اي ازواج نرفع دعوه خلع وتطلق يعني حط لي ضوابط م. على الخلع تمام طيب الزوجه اللي هي كده كده حالتها زي محمد اللي اتصلت اتضربت وغضبت في بقى مشاكل وفي ضرب وفي اهانه وفي حقها تتخلع اما ما في ممكن طب زوجه انا اتجوزتها وبعد كده حست ان هي مثلا ايه بتحب حد احسن مني او مش عارف اه تمام يبقى انا 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 النهارده اخسر كل حاجه اه ما هي دي الفكره في كده انت حقك تتطلقي بس انت اما بتطلقي الطلاق ده يعني انت بتطالب ان يكون في قانون دوابط يحمي ضوابط ويحمي حقوق الزوج في حاله خداعه اخر ملحوظه بقى اه اخر ملحوظه عشان عايزين احنا في تقرير معانا عايزين نتكلم عنه الفيديو عندي ملحوظه آه سريعه لو معانا وقت لو معانا دقيقه معانا دقيقه انا عندي اقتراح اه النهارده محكمه الاحوال الشخصيه وهي بتنظر الدعاوى بتنظر دعوه نفقه قدام قاضي وياخد رقم قضيه ودعوه دعوه الطلاق قدام قاضي تاني دعوه الخلع قدام دعوه الرؤيه قدام قاضي هو ما فيش كده انا انا القاضي القاضي ده بني ادم بينزل عليه الرول 200 و300 قضيه وقضايا الاحوال الشخصيه ملت المحاكم طب ما انا اخلي القاضي اللي بينظر دعوه النفقه هو اللي ينظر الطلاق او الخلع هو اللي ينظر الرأي والاستضافه هو اللي ينظر سفر الأمة ما انا خلي ملف الدعوه ملف واحد وطلبات واحده ما هو قانون واحد وهم نفس الاطفال وهم نفس المتقاضين ليه انا اعمل 10 اعلانات في 10 دعاوى ليه انا اعمل آه افتح 10 ملفات في المحكمه يعني انا بقول لل آه للمشرع ليه اعضاء مجلس الشعب ما هو احنا واحنا اهو داخلين على قانون جديد ومرحله جديده ما نخله ودي حاجه بسيطه جدا بنص أوه. بسيط نخله القاضي اللي بينظر دعوه الطلاق هو اللي ينظر النفقه والخلع و يبقى اعلان واحد تبقى دعوه واحده يبقى جلسه واحده القاضي حتى يعرف الزوج بيدفع نفقه فيدي استضافه ولا لا ما هو اللي بينظر يعرف هل الزوجه دي لها حق الطلاق ولا لا في حق الطلاق ولا لا يبقى ملف واحد بدل ما يبقى 10 ما احنا عندنا 13 قضايا قضيه احوال تمام. شخصيه تمام احنا من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها قانون الطفل وحمايه الطفل احنا في واقعه يمكن انت سمعت عنها سمعت عنها آه، ظهرت على الساحه المصريه وبصراحه الوقائع دي بدات يعني بتنتشر بـ بـ بشيء من الكثره من بعض الذئاب البشريه وهي وقعت تحرش آه بفتاه المعادي طفله المعادي مش فتاه طفله المعادي وصحيح يعني الاجهزه الامنيه قامت بدور كبير جدا والقت القبض على هذا المتهم وتم يعني حبسه لمده اربع ايام واحنا معانا فيديو لهذا يعني ممكن نلعب الفيديو يا استاذ وليد واحنا بنتكلم عن هذا الحادثه لان ما تمام يعني احنا ان الحقيقه يعني انت حضرتك شايف مثل هذه الوقائع ازاي وخاصه ان ما فيش احصائيه رسميه في الدوله بتتحدث عن التحرش بالاطفال وبتتحدث عن ان آه يعني ده وقعت المشهد ساعه ما يعني بعد ما تم اكتشافه من من دكتوره في معمل تحاليل خرج من العماره احنا طبعا رفضنا نعرض فيديو التحرش لان ده ده ضد عاداتنا وضد تقاليدنا وضد المهنيه اللي احنا اتعلمناها مش عايزين ناذي مشاعر الاخرين او ناذي المشاهد بهذه المشاهد الخادشه للحياه او المشاهد اللي بيلفظها المجتمع المصري والمشاهد اللي يعني يعاقب عنها القانون انت شايف حضرتك هذا القانون ايه قانون التحرش ضد الاطفال كافي ولا لابد من تعديله وانت شايف الجرائم دي ازاي وعقوباتها تصل لكام؟ وده برضو المشهد اهوت بتاع قوات الامن آآ آآ لحظه القبض عليه بصراحه يعني الاجهزه الامنيه نجحت بعد يعني دقائق من اعلان فيديو التحرش في القبض عليه وكان مختفي عند احد اصدقائه والحقيقه كل يعني في مقترح بيتقدم دلوقتي في مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات عايزين يزودوا عقوبة التحرش ضد الأطفال لسبع سنوات. حضرتك شايف الكلام ده كله إزاي؟ وشايف المشاهد اللي يعني هذا المشهد إزاي اللي أشعل وأن أنا رفضوه مواقع تواصل لوزارة الداخلية. تمام أنا حاطط نفسي يعني كوالد الطفلة دي. م. أنا 10 سنين مستني بنوتة والحمد لله الحاجات الجميلة يعني ربنا كرمني البنوتة. طبعًا البنوتة دي عند الوالد أو عند الأهل حاجة غير عادية. طبعًا التحرش ايًا كان عقوبته انا اللي شايفه اللي مؤبد انا مش عايز اقول اعدام عشان ما ابقاش قاسي ليه مم. الجريمه الجريمه أو وقعت وقعت العلاقه ما بتحصل بين واحد وواحده تمام بارادتهم بنقولوا ماشي هم كانوا موافقين طفل بريء المفروض انت ده ده انا شفت صور ان الراجل ده بيحج وعمره ومش عارف ايه بص انا مش عايز طب بلاش نخش اتطرق في, في الجنب بلاش نخش او التدين لان بيتم التصيد في هذا الموضوع ما ويقول لك انا شايف المتدينين خلينا في الوقوبة الوقوبة ويتم الهجوم في ده ده شخص مريض نفسيا اه طبعا وراجل شخص لا بد من عقابه حتى لو مريض نفسيا عقبه ليه بد من عقابه ليه لان انا الطفل ده أقول انا آه بقول لك في رقبتنا كلنا الطفل ده ملهوش ما عندوش اراده آه احنا عندنا في القانون اي اراده تمام فيعني العقوبه توصل ليه؟ انا مع العقوبه توصل لمؤبد لمؤبد حتى لو مريض نفسيا اه تمام الكلمه الاخيره في النقطه دي عشان للاسف وقتنا خالص في الفقره عشان الفقره الثانيه تمام آه. انا بقول آه، للزوج والزوجة بقى اخر م. حاجه آه. تمام بعيد عن قوانين الدنيا كلها م. احنا نحاول نوصله لصوت الحكمه عشان الاطفال ايا كان القانون اللي المشرع هيحطه لنا فهو مش هيقدر يوصل آه. لحقيقه الخلاف من بيننا فاحنا نبص لمصلحه الطفل تمام انا في نهايه الفقره بشكر حضرتك استاذ بلال جابر محامي متخصص في إيه الاحوال الشخصيه والحقيقه هذا القانون سيظل علامه استفهام وسيظل يثير الجدل الحقيقه هذا القانون تم احالته الى لجنه الشؤون التشريعيه ولجنه التضامن الاجتماعي لبحثه ومن المتوقع ان هو يتم تاجيله لفتره معينه لحين آه يعني حدوث حوار مجتمعي على هذا القانون واستماع الى جميع الاراء من السيدات والرجال والاطفال لان هدف هذا القانون هو الاسره ان يكون في ترابط اسري ان لان الاسره هي عماد المجتمع في نهايه الفقره بشكر حضرتك جدا استاذ بلال حضرتك جدا وعلى تشريفك واتمنى ان المشاهدين يكونوا استفادوا من هذه الفقره انتظرونا في الفقره الثانيه مع الاستاذ محمود الجندي للحديث عن الملابس بتتكلم مصري انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وانضم لينا الاستاذ محمود الجندي مسوق ملابس مصري هنتكلم فيها في هذه الفقره عن الصناعه المصريه وعن صناعه الملابس والملابس بتتكلم باللغه المصريه او زي ما بيقولوا شجع صناعه بلدك والحقيقه ان الدوله بتولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيره للشباب وخاصه ان احنا بنحب نشجع الصناعه المصريه، انا مش عايز اطول في هذه الفقره انا هسيب الاستاذ محمود يتكلم معانا. انت حضرتك شغال في مجال الملابس مسوق ملابس اه مسوق ملابس م. وخاصه مش معنى تحديدا يعني الناس كلها بتحب تتكلم عن البرندات وانا بحب البس برن... يعني البس الشغل ده برندات واحب اجيب مستورد والكلام ده مش مانع حضرتك ركزت بس على المصري اقول لحضرتك ان يعني انا آه. دوري كمسوق آه. طبعا احنا بنتابع الموضه العالميه والحاجات اللي تتوافق معانا كمجتمع مصري فالبراندات والكلام ده الناس كلها متعوده على كده من فتره ان انت لما تيجي تشتري حاجه بتسال دي مستورده ولا مصري اه فمن لي المستورد ده احلى طبعا او اجود او خامته كويسه او كده او موضه ما مهتمين بتصنيع المصري خالص اللي كان بيصنع مصري بس كان يعتبر شعبي يعني بيسموه شعبي صناعه جودتها مش كويسه تقفيلها مش كويس خامتها مش كويسه دلوقتي الموضوع اتطور مع مرور السنين لما الاستيراد وقف وحاولنا نوفر العملة الصعبه م. فالاولى ان احنا نطور الجوده بتاعت الملابس بتاعتنا م. ونشغل احنا نفسنا يعني نشغل المصانع الصغيره ابتداء من الست اللي عندها مكانتين في البيت لحد المصنع الكبير لحد عامله كمشروع يصنع منه ملابس وكده فاهتمينا بالجوده دي اول حاجه بالخامه وبالموضه العالميه الوان الموضه الشكل حتى لو الموضه دي مش جايه من بره يعني جايلنا لنا مثلا من فتره من السبعينات مثلا يعني حاجه كانت زمان موضه ونزلت لنا دلوقتي تاني موضه مم. عن طريق الموضوع دوت احنا شجعنا الصناعه المصريه ديت ونشجع الناس انها تشتري لما تلاقي الحاجه بقت كويسه مصري فليه اشتري مستورد بمبلغ كبير وممكن المصري بنفس الجوده وبمبلغ اقل؟ ما انا خليني يعني انقل كلامهم هو بيقول لك بيقول لك يعني التقفيل المصري دائما في هذه اه بيقول لك القماشه كويسه والخامه كويسه وجودتها كويسه بس التقفيل هل حضرتك شايف ان نزنا ما زال في عيوب في التقفيل ولا خلاص احنا بدانا نعالج ونواكب التطور اللي موجود قلت جدا دلوقتي عن الاول آه. يعني كان كان زمان فعلا زي ما بتقول كان اللي بيمسك قطعة ملابس مثلا نفترض يعني شميز مثلا م. بلاقي الزراير مش مظبوطه في فتل في الكلام ده كله دلوقتي اتظبط شويه م. الناس بقت تطور نفسها عشان تشتغل ان المصنع اللي بيتقفل م. بيعمل حاجه تقفلة مش كويس مش هيشتغل تاني يعني انا كصاحب قماش او كصاحب مصنع عايز اقفل عند حد معين تقفيله لو مش كويس مش هيشتغل معاه تاني م. وبعدين فرق السعر كمان دلوقتي مع متطلبات الحياه الكتير والمصاريف الكتير ورب الاسره بقى الله يعينه اه الهدوم دي من رفاهيات الملابس دي من رفاهيات يعني ممكن اتلاشاها عشان نقدر نعيش م. جنب الفواتير والاكل والشرب والمدارس والدروس والكلام ده كله فبدل ما طلع ميزانيتي مثلا ان انا هجيب ملابس ب 1000 جنيه كنت بجيب بيها مستورد او حته مستورده او حته نظيفة او حته غاليه ايا كان مش مشكله دلوقتي انا هضطر ال 1000 جنيه دي بقت 500 بقت 300 فعايز حاجة جيدة وفي نفس الوقت رخيصة عشان اقدر اشتريها مم. لان سوق الملابس هبط مع الغلو الأسعار ومع غلو الاسعار المستوردة والكلام ده كله فنتجه للجودة لو عدلناها الناس هتتجه تشتري المصري وفعلا الحمد لله يعني في مصانع كتير نجحت في كده لازم يطوروا من نفسهم عشان يشتغلوا زي ما قلت لحضرتك التطوير ده بيتمثل في ايه مثلا؟ مراقبة يبن... جودة اه يعني انا دلوقتي لما اسيب مصنع بيشتغل مع نفسه وبيعمل الحتة مع نفسه مثلا هو اللي بيقفلها لو ما راقبتوش في كروته اه مصري بطبعه في الشغل بيبقى تقيل شويه ما يعني بيحبش يعني يطلع مش الحاجة. دقيق اه احنا مش متعودين على كده فلما اخلي فيه مراقبه جوده واعوضه ماديا برده شويه يعني مش لازم برده ايه ياخد مبلغ زهيد عشان يصنع م. ممكن ادي له المبلغ اعلى شويه قصادها أنه يديني جوده كويسه م. وهو من مصلحته أن يديني جوده كويسه عشان هو ياخد شغل تاني ويشتغل تاني ويبقى سمعته كويسه كمصنع مثلا. فلازم يديني جوده كويسه، الجوده كويسة ديت الزبون هيحبها اللي هو اللي, اللي ينزل يشتري هيلاقيها هي مطابقه لمواصفات اقرب حاجه للمستورد بس بمبلغ اقل. جميل. وعن طريق الكلام ده كله انا بنشجع الناس دي كلها ان هي تشتغل. يعني في انا في ناس كتير انا شتغل. عايز اشجع الناس ان هي تشتغل في المصري. اشجعهم ازاي؟ واديهم لهم يشتغلوا يشتروا؟ اه يشتغل يشتغل ويشتري والناس تشتري المصري. يشتغل في المصري لازم آه. يهتم بشغله، آه. يهتم بالجوده كويس جدا، ويهتم آه، كمان بالماتريال بتاعت الحاجه يعني مينفعش ينفعش يقفل تقفيل اي كلام او مثلا يبقى الديزاين مش حلو. آه، فلازم يهتم بالكلام دوت عشان يوصل لاعلى جوده فالناس لما تشوف الكلام دوت هتشتريه. يعني هيبقى ارخص واحسن وكمان مصري. وخاصه احنا عندنا ناس مهره او لديها كثير من الخبرات في هذا المجال يعني صناعية زي ما هم بيقولوا يعني. وإحنا احنا عندنا كوادر بصراحه آه. يعني في في ناس ممكن تجيب لها فستان او او بلوزه او جيب او ايا كان يقدر يفصل زيها بالظبط بنفس الجوده بالظبط مع نفس الخامه بس فرق السعر هتلاقيه عالي جدا وفرنا عمله صعبه وفرنا حاجات كتير ويلاقي قابليه للسوق عليها كمان. يعني أنت شايف إن التشجيع ده عوايده إيه؟ يعني والله عوايده إن في ناس كتير ممكن كانش معاها الصنعة دي ما بتشتغلش م. فلازم يطور من نفسه عشان يشتغل عشان م. يلاقي القبول برضه من من شغله للسوق يعني طول ما في قبول للسوق أنا ضروري مسوق إن أنا بك بكشف الموضة العالمية بكشف متطلبات الناس عايزة إيه ألوان إيه اللي نازلة موضة خامات إيه اللي بيحبوها يعني الصيف قطنيات الشتاء صوف في الخريف في حاجه تكون في وسط ما بين القطن و... آه... والمصنع اوجه المصنع للكلام دوت عشان يعمل حاجه فعلا تلاقي قبول في السوق مم. وتنجح معاه وكده احنا وسعنا السوق المصري بتاعنا محتاجناش مستور محتاجناش؟ محتاجناش مستورد احنا لو شجعنا البضاعه الصناعه المصريه مش هنحتاج مستورد ممكن ما نحتاجش مستورد اه هنشتغل مصري وكده في كل المجالات كمان مش في الملابس بس آه. احنا لو صنعنا اي حاجه ثانية مصري واهتمينا بالجوده وشفنا شغلنا كويس هنلاقي مقابل وهنشتغل كلنا انت حضرتك شغال مسوق ملابس مصريه للسيدات ولا للرجال ولا للاثنين معا لا حريمي حريمي انا خلينا بقى هم اللي بيشتروا اكتر هم اللي بيشتروا اكتر ده مش معنى يعني الحريم هم اللي بيشتروا ملابس اكتر والله هو ما اعرفش دي حاجه في المجتمع المصري الستات بتحب اللبس جدا يعني لازم كل يوم لو شافت لبسة عجبها لازم تشتريه فلو عجبها فلازم اعمل حاجه كويسه تعجبها فلازم اوجه المصنع ده عشان يعمل حاجه صح عشان تعجبها اه يعني خلينا احنا داخلين على الصيف تمام الصيف اه, آه خلينا داخلين على الصيف بما ان حضرتك بتتكلم مع السيدات احنا هنا قناتنا قناه الصحه والجمال فهناخد جزء بسيط عن الموضه انت شايف الموضه الصيف اللي طالعه شكلها ايه وايه افضل الالوان اللي إن انت بتنصح بيها السيدات ان هي تختارها في الصيف بص عشان تبقى ماشيه مع, مع الموضه العالميه احنا بنتكلم دلوقتي في موضه عالميه الموضه هي موضه عالميه كله آه. كله بي... مش بنقلد اه هي دي ظاهره وكله بيعملها امم في دول اوروبا في امريكا في اي حته في شرق اسيا كله بتلاقي حتى السوشيال ميديا قربت الدنيا كلها آه. الوقت. انت ممكن تتفرج على فيديوهات شاب بيتفرج على في فيديوهات تيك توك بيلاقي حاجات ناس كوريين لابسين الوان الموضه اه ناس من اوروبا لابسين الوان الموضه مع مطابقه طبعا المواصفات اللي تمشي مع المجتمع بتاعنا فالست المصريه عموما لو كل يوم في جديد هتشتريه هتشتري هتشتري يعني بتحبش بتحب على طول تشتري. تشتري اه طبعا تشتغل <applause> الفلوس بتتجه للسوق هي أه بتحب الموضه وتحب الجمال دائما. بتحب أه الماني... تظهر نفسها جميله دائما فانا لقيت أه. المجال دوت هي... خليني اشتغل اكتر يعني في افكار اكتر في تطور اكتر فلازم كل يوم في جديد أه. بالنسبة لألوان الموضة اللي نازلة الصيف الصيف دوت هو فاضل الأيام إن شاء الله و... والصيف هينزل خلاص يعني احنا داخلين على فصل الربيع وكل سنة طيبين قرب برضه هو بيبتدي معاه فرشه الصيف بالظبط اه كل سنه الوان بتنزل مختلفه وموضه بتنزل مختلفه عن السنه اللي فاتت تماما اذا كان شتاء او صيف يعني موضه الشتاء لوحدها وموضه الصيف لوحدها الخريف والربيع عندنا متلاشين شويه عشان فترتهم قصيره آه بالنسبه للصيف دوت آه اللي نازل جديد ان شاء الله قدام منه ايام وينزل في الوان ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت كتير برضو منتشره أوه. زي درجات الموف زي المنت مم. الفسفوريات نزلت فتره برضو بس ليها ناس يعني بتلبسها مش كل الاذواق بتقبلها مم. الاورنجات والحاجات الفسفوري والحاجات اللي الفعقه قوي دي مم. وفي خامه برضو نازله لون اللي هو ملطش الوان كتير في في احمر في كده مبهج ال... للصيف برضو ال... الواحد بيشوف ان بيتم اعاده تدوير الموضه القديمه من جديد مره تانية ده بيحصل أوه. في حاجات ممكن في السبعينات زي الجيبه مثلا البليسيه البليسيه اللي هو المكسر دوت جبت الحياة حياتك الكالوش الواسعة أيوة لبس أوه. أيام سعد حسني وأيام آه ما بتكلم عارف. في كده الموضة بترجع بترجع, تاني. بترجع, بترجع بس تاني بس بتطور ولا بنفسها ولا لا بتطور طبعا أوه. يعني الشالستون كان زمان موضة مم. نزل دلوقتي شالستون جينز زمان ما كانش فيه شالستون جينز كان شالستون عبارة عن بنطلون قماش اللي هو دلوقتي نزل جينز منه نزل خامات تانية كتير نزل قطن منه مم. ده ما كانش موجود زمان الخامات دي بس مم. موضة الشالستون ذات نفسها اتنقلت مدة الفساتين اللي هي الكلوش القصيرة شوية اللي هي نازلة واسعة قوي كده زي سعاد حسني كانت لابسها في صغرها الحب نزل موديلات شبه كده برضو بس على خاماته والوان الموضة بتاعت السنة دي 2021 تمام وايام ان شاء الله وكل حاجه تظهر يعني في في السوق المصري ان شاء الله تمام والجوده اهتموا بيها باذن الله تعجب يعني الناس اه الرساله الاخيره حضرتك تحب توصلها لان للاسف يعني الفقره انتهت بسرعه إن شاء الله. بس احنا حاولنا يعني عايز اقول لحضرتك رساله اخيره توصلها يعني للمشاهدين وتقول لهم ايه تشجع إيه. المنتجات المصريه اه شجع المنتج المصري واشتريه لان في ورا المنتج اللي انت هتشتريه مصري دوت ناس كتير قوي شغاله وناس كتير قوي بتشتغل وهو ده شغلها واكل اكل عيشها ورزقها بيجي عن طريق الكلام دوت ولو خايفه من المصري جربي التجربه مش هتضر لان يعني الحياة المصري مش غاليه يعني او في متناول الجميع في متناول الجميع جدا يعني ممكن ممكن ب 200 جنيه تجيب طقم مم. ده حقيقي ممكن اقل كمان مم. يعني الجيبات سعرها بتروح دلوقتي المصري اللي جودتها كويسه من 75 جنيه بتبدا مم. فده ده كويس جدا يعني ممكن بلوزه فوقيه مثلا او شيميز برضه 75 جنيه شبهها، 150 يعني جنيه ممكن اجيب طقم. يعني اسعار الـ 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 الاسعار المصريه او الاسعار الملابس المصريه بعيدا عن البرندات او المستورده كلها في متناول الجميع متناول الجميع انا في نهايه الفقره بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمود الجندي مسوق ملابس مصريه بشكر حضرتك جدا على تشرفك معايا في هذه الفقره وتوضيح للمشاهدين الموضه الجديده ايه والحقيقه يعني في نهايه الفقره انا حابب اوصل رساله جدا للمشاهدين احنا دائما لابد ان احنا نشجع الصناعه المصريه نشجع صناعه, صناعة بلدك لان ما نبصش بس تحت رجلينا ان لو الجنة الصناعه المصريه بيستفاد منها كثيرين بتستفاد منها الدوله ان احنا بنوفر عمله للدوله ان انت بتش... خلاص انت بتصرفش حاجه من الخارج نفس التوقيت بتوفر فرص عمل آه للناس الناس بتعرف ت... آه يعني تشتغل وتقدر تصرف على بيتها في نفس التوقيت ان انت الاسعار في متناول الجميع وده في ظل الاوضاع الاقتصاديه اللي بتعيش... بيعيشها العالم ككل مش مصر وفي نهايه الحلقه بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه واتمنى النهارده الفقرتين يكونوا نالوا اعجاب حضراتكم والى اللقاء في حلقه جديده